أو لأي مكان ما يحصلش تعارض في مسارات الحركة ما بينها وما بين التيارات اللي بتناور عشان تعمل عملية إقلاع. في المطارات المشغولة قال لك إنه التاكسي واي should be located at various point along the runway، نقصد بيها هنا الإكزيت تاكسي واي. إحنا اتفقنا إن أنا بيكون عندي ممر رئيسي تاكسي موازي للرانواي ماشي عشان يحل محل الرانواي في إن الطيارات تمشي عليه، وعندنا اكزيت تاكسي ويز اللي هي مجموعه من المخارج من الران واي للتاكسي واي الموازي. هو هنا بيتكلم عليهم، بيقول لك ان التاكسي واي should be located at various point along the runway، اماكن مختلفه على الران واي عشان الطياره اللي هتعمل هبوط تسيب الران واي as soon as possible يعني، وتسيبه فاضي عشان طيارات تانية تبتدي تستخدمه في حركات طيرانية سواء كان إقلاع أو هبوط. قال لك such taxiways are called the exit taxiways. وليه at various points؟ احنا اتفقنا في المطارات الكبيرة ممكن يكون تركيبة الطيارات طيارات كبيرة وطيارات صغيرة، مش كلها نفس الحجم ومش كلها تسافر على رحلات بنفس الطول، فالطيارة الصغيرة هتبقى محتاجة طول قليل على الران واي، فما فيش داعي ان انا امشيها لحد اخر الران واي، فبنعمل كذا مخرج او كذا exit taxiway. السلايدز بتاعتي بس معلقة، تستنوني ثانية واحدة. الحاجة اللي بعد كده قال لك إن الراوت للتاكسي واي should be selected so that it provides the shortest practicable distance from apron to the runway. بنحاول نختارهم أقصر ما يمكن عشان نقلل التكلفة. As far as possible the intersection of taxiway and runway should be avoided. إحنا شفنا صور في الواجب اللي انا قلته لكم والصور اللي انا وريتها لكم، لو حد بص على حد فيكم جرب يبص على جوجل مابس ويشوف بعض المطارات قبل انا العيد شفنا ولا يا دكتور اللي حضرتك منزلها في الملف اللي كنا خدنا المحاضرة بتاعتك. غير الحاجات اللي انا نزلتها في الملف، جربتوا تدوروا على اي مطارات وتتفرجوا عليها؟ لا انا ما دورتش، بس يعني مفيش مشكلة، هو كان عيد ميلاد، كل سنة وانتم طيبين. بس انا عموما احنا شفنا اشكال كتيرة للمطارات في الفايل اللي انا هكتبه لكم، بس anyway يعني شفنا تاكسي وايز متقاطعة مع ران وايز، فهي مش حرام يعني، بس يعني لو نقدر نتجنبها قدر الامكان يفضل ان احنا نعمل كده. ماشي شكرا. خامس نقطة قال لنا الـ exit taxiways should be designed for high turn off speeds. لما نتعلم التصميم مع بعض هنلاقي ان احنا عندنا كذا تاكسي واي على حسب الزوايا بتاعتهم. في تاكسي وايز اللي بنسميه السلو اكزيت، وفي الرابيد اكزيت اللي هو اللي عليه سرعه دوران عاليه، واحنا بنعمل كده عشان ما نضطرش نخلي الطياره تستنى لحد ما يبقى سرعتها قليله، لان ده هيخليها في النهايه تمشي طول اطول على الران واي، فبيقول لك ده هيقلل الران واي اوكيبنسي تايم، وقت اشغال الران واي بالطيارات عشان نزود ساعه المطار لما ساعه الران واي تزيد. طيب ايه الحاجات اللي هنبدا نبص عليها في الجيومتريك ديزاين بتاع التاكسي واي؟ زي ما اتكلمنا كده في الران واي، الويتس والجريدينت والترانسفيرس جريدينتس وريت تشينج في اللونجيتودينال جريدينت والسايد ديستانس والترننج ريديوس. طبعا الران واي ما كانش فيه ترننج ريديوس عشان الترننج ريديوس بيحصل على التاكسي واي. فهنبدا الاول باول حاجه، اللانس ملوش حاجه محدده بتحدده. الجدول ده بيلخص لنا الجيومتريكس بتاعه التاكسي واي. فعلى سبيل المثال لو ابتدينا كده بالتاكسي ويتس، أعطينا التصنيف المطارات من A لحد F، وطبعا ده الكلاسيفيكيشن بتاع الإيكاو.
وبيدينا لكل واحد فيهم عرض التاكسي واي كام، فبيبدأ في المطارات من النوع ايه، المطارات اللي بتستقبل طيارات يعني من النوع ايه، من اول 7.5 متر وبيوصل لحد 25 متر في المطارات اللي بتستقبل طيارات من النوع اف. اللونجتودنال جريدينت، الماكسيمم لونجتودنال جريدينت في الاتجاه الطولي بيبدأ من 3% للمطارات A و B و1.5% للمطارات C و D و E و F. المينيمم ترانسفيرس جريدينت، الميل العرضي بيبدأ من 2% ل A و B و1.5 لبقية أنواع المطارات. الماكسيمم ريت اوف تشينج ان لونجتودنال جريدينت لكل 100 فيت أو 30 متر 1% للمطارات A و B و C و1.2 ل D و E. السيفتي اريا قال لك ان الشولدرز المرصوفه او الترفد اللي هي مزروعه يعني مش مانداتوري، بت سجستد يعني يستحسن اف نيد اكزيتس. هنا هيبتدي يتكلم عن كل واحده من دول. ف زي ما قلنا كده اللينس it should be as short as possible، بس ما فيش specification معينة ليها. الويتس لما تيجي تبص على الويتس هنا والويتس في الرانويز تقارنه بجد بالجيومتريك ديزاين بتاع الرانويز هتلاقي قيم الويتس قلت كتير، وده بسبب ان الطيارات على الـ تاكسي واي ما هيش ايربورن، هي ماشيه على الارض وسرعتها قليله، ما هياش جايه من الجو، فما عندناش اي مشكله في انه الويتس بتاعها يكون اقل. السيفتي اريا ونقصد بالسيفتي اريا الشولدرز على الناحيتين والاريا اللي هيتعمل لها تسويه كلها عشان مية المطر. وقال لك ان ده ممكن يمتد لحد ما يوصل لرانواي موازي، وده بيبقى عرضها كده، ده عرض التاكسي واي ودي شولدرز. اول 3 متر من الشولدرز بيتعملوا ميل 5% واللي بعد كده بيتعمل ميل 2% وبيتم تسويتهم ورصفهم. طبعا زي ما قلنا مش مانداتوري بس يعني يفضل ان ده يتعمل. اللونجتودنال جريدينت زي ما شفنا في الجدول الماكسيمم 1.5 في المطارات سي و اي و سي و دي و اي و اف و 3% للاي والبي. والترانسفيرس جريدينت برضو زي ما شفنا في الجدول 1.5% لسي و دي و اي و اف و 2% للمطارات اللي بتستقبل طيارات من النوع اي و بي. المينيمم ترانسفيرس جريدينت 5% وزي ما شفنا كده في السلايد اللي كان فيها السيفتي اريا الشولدر اول 3 متر منه بنعملهم بميل 5% والباقي بيتعمل بميل 2 او 2.5%. معلش انا عندي دور برد كده فايه، فهتلاقوا ساعات صوتي بيعمل كده، خليني اشرب حاجه سخنه كده وانا معاكم. السلام عليكم. الله يسلمكم، نتمنى ان شاء الله انه يكون برد باذن الله يعني. الحمد لله على كل حال ماشي. معدل التغير في الميل الطولي زي ما قلنا كده 1% لكل 30 متر اللي هو هيتصمم عليه الفيرتيكال كيرف اللي هو نصف القطر بتاعه. نصف قطر التقوس بتاعه، احنا اتفقنا قبل كده ان الفيرتيكال كيرف في المطارات هو عباره عن قوس من دايره، فنصف قطر التقوس بتاعه هيبقى 3000 متر للمطارات سي ودي واي واف. وبالنسبه للمطارات اي وبي المطار بيبقى اصغر شويه، نوعيه الطيارات صغيره، فبيبقى 1% لكل 25 متر اللي هو المينيمم راديوس اوف كريفيتشر 2500 متر. السايد ديستانس بقى
حد فاكر لما كنا بنتكلم في السايد ديستنس بتاعت الران واي كانت ازاي؟ انا بضحك عليكم عبال ما اريح صوتي شويه. فكروا هو مش اصلا الرانوي ما كانش فيه تقاطعات، ايه؟ الرانوي ما كانش فيه تقاطعات، هيبقى فيه سايد ديستانس يعني لإيه؟ ايوه بس في فيرتيكال كيرف، يعني في ميل صاعد وميل هابط، وممكن ابقى مش شايف كويس التيارات اللي حواليا، صح؟ ايوه انا فاكر او انها مش بتاعت الفيرتيكال كيرف ده لو كريستي بيعوق الرؤية ولا ما بيعوقش الرؤية؟ بيعوض صح. طيب حد فاكر موضوع السايد ديستانس؟ طب بصوا على السايد ديستانس هنا كده وشوفوا بتفكركم بأي حاجة بالسايد ديستانس بتاعت الرانواي. هو كان الكلام يا دكتورة عن الارتفاع بتاع خط النظر بتاعي على حسب ايوه النوع اللي عندي، على حسب النوع اللي عندي وعلى حسب حجم الطيارة، لأن الارتفاع ده بيتغير. بس كان دايما طول المسافة اللي مطلوب ان هي تكون مكشوفة كانت نص طول الرانواي، لكن كان ارتفاع خط النظر بيتغير كل ما الطيارة كبرت، صح؟ تمام. فاكر حاجة؟ يعني كان مثلا كان 3 متر لما كان أيوة النوع بتاعنا مظبوط مظبوط ستوديو ايه، وبعد كده الحجم لما بيقل مثلا بيوصل لجي، كان بيبقى 2 متر، تمام، بيوصل لقوب 1.5 او برافو 1 عليك تقريبا. برافو عليك برافو عليك، مظبوط زي ما أنت بتقول كده بالظبط، كان 3 متر طيارات كبيرة ماشي، وإن السائق اللي هو في الحالة هنا الطيار يعني يكون شايف كلير سايت لكل الحاجات اللي على ارتفاع 3 متر برضو زي تمام، مسافة نص طول الرانواي تمام. لما الطيارة كانت بتصغر شوية كان 2 متر خلاص ارتفاع خط نظر الطيار، ويشوف كل الحاجات اللي المفروض تبقى على ارتفاع 2 متر برضو في نص طول لمسافة مقدارها نص طول الرانواي، والطيارات صغيرة خالص بقى اللي هي ايه قال لنا ارتفاع خط نظر السائق اللي هو الطيار 1.5 متر، ويشوف كل الحاجات اللي على ارتفاع 1.5 متر ماشي لمسافة نص طول الرنوي، صح؟ طب سؤال، هو ليه لو الطيارة صغيرة يشوف هو على ارتفاع 1.5 ويشوف كل الحاجات اللي على ارتفاع 1.5 بس؟ ها ما هو لو شايف اللي على ارتفاع 1.5 يبقى هيشوف اللي اكبر منه، زي ما احنا مثلا واحنا راكبين العربية الملاكي كده، عربية النقل بنشوفها لانها عالية ماشي. طيب خلينا نشوف كده السايد ديستنس هنا على التاكسي ويز عاملة ازاي. قال لك مبدئيا هو السرعة على التاكسي ويز على طول بتبقى اقل من على الرانواي ماشي، انا هنا ببقى محتاج smaller value of the side distance، انا محتاج قيمة اقل للside distance ماشي، هتبقى كافية جدا على الرانواي وتخلي الدنيا سيف ومفيش فيه مشاكل ماشي. الايكاو قالت لنا ايه؟ الايكاو قالت لنا انه في حالة المطارات سي ودي واي واف احنا محتاجين ان السايد ديستنس تكون 3 متر above the taxiway. It will be possible to see the whole surface of the taxiway for a distance of at least 300 متر from that point. هنا انا مش محتاج نص طول التاكسي واي زي ما كان هناك محتاج نص طول الران واي، انا محتاج بس على ارتفاع 3 متر نشوف لمسافة at least 300 متر ماشي، لما يكون الكود لتر سي ودي واي واف. لما يكون الكود لتر بي قال لك 2 متر above the taxiway نشوف كل الحاجة لمسافة 200 متر، 2 200 ماشي from that point لو الكود لتر بي. طيب 1.5 متر الارتفاع ماشي نشوف لمسافة 150 متر لو الكود لتر اي.
ماشي، بقارنوا السلايد دي كده بعد المحاضرة، بصوا تاني في السلايد بتاعت السايد ديستنس بتاعت الران واي وقارنوها بيها. ماشي، الران واي كان بيدينا حاجة اسمها السايد زون، لما كان بيبقى عندنا اتنين ران واي متقاطعين وكانت ليها مواصفة كده، ونقعد نقول مش عارف لو اكبر من 250 متر ولو اقل من 250 متر ومن 250 ل 500. ماشي، وكان يقول لك ان الاريا دي كلها بعد ما تطلعها لازم تكون كلها كلير سايتد بين كل الناس، صح؟ برضو راجعوا الحكايه دي تاني من فضلكم في محاضره الجيومتريك ديزاين بتاع الران واي. تمام، طيب احنا ما كانش عندنا دوران في الران واي، لان المفروض الران واي خط مستقيم. الران واي الدوران كان بيحصل على التاكسي ويز لما يكون الطياره هتخرج من الران واي. فعندنا هنا على التاكسي واي حاجه اسمها التيرنينج ريديوس، عايزين نعرف نحسبها. فبيقول لك لما يكون في عندنا اي تغيير في التاكسي واي هنعمل هوريزونتال كيرف. الهوريزونتال كيرف ده هنحسبه ازاي؟ بكل بساطه، فاكرين المعادله اللي كنا بناخدها في الـ في الـ في الطرق؟ مش كانت الار بتساوي في تربيع على 125 اي زائد اف؟ حد فاكر؟ الطرق اللي خدناها في الترم الاولاني يا ولاد. ايوه يا دكتور، هي نفس المعادله، هي كانت 15 اي زائد اف لو كنا بنتكلم على تقريبا. الدكتوره هي كانت على 127. 127 يا حبيبي، بس والله لو فاكرين كلامي في الترم الاولاني، هي كانت 15 لو كانت الوحدات بالقدم والسرعه مايل بر اور، صح؟ وكنا قايلين لكم هي 127 لو الوحدات كانت متر والسرعه كيلومتر بر اور. وانا فاكره كويس ان انا دايما بنوه على الحكايه دي وبقول لكم بعض الكتب بتكتبها 125، صح؟ فهي نفس المعادله، ماشي، بس هنشيل الاي لان ما عندناش سوبر اليفيشن هنا. فقال لك الار بتساوي في تربيع على 125 اف، ماشي، وقال لك هنا الراديوس بالمتر والفي السرعه بالكيلومتر بر اور واف الكوفيشنت اوف فريكشن بتوين ذا تاير اند بيفمنت سيرفيس. وهناخد الفاليو دي صغيره خالص بحدود 13%. هتفكر كنا بناخدها في الطرق بكام؟ من 12% ل 16%، يعني تقريبا نفس الرقم. ماشي، اقدر احسب من هنا قيمه التيرنينج ريديوس بتاع الكيرف اللي هيبقى موجود على التاكسي واي. لحد كده في مشكله في الكلام اللي احنا بنقوله هنا؟ بس بيوضح لك اهو في الصوره دي لما يكون عندنا تيرنينج هيبقى عامل ازاي. خلاص، وعندنا المسار بيوريك المسار بتاع النوز جير والمسار بتاع المين جير. ماشي، طيب في حاجه اسمها الفيلتس، بصوا اوريها لكم في الصور الاول عشان نعرف نرجع لها تاني. ماشي، لو انا عندي كده ساي ده ران واي، خلاص، وده تاكسي واي مايل عليه بزاويه، ماشي، الحته دي كده الانصاف الاقطار اللي هنعمل عليها حافه الرصف تبقى بكام؟ دي اسمها الفيلتس، اللي هي انصاف الاقطار دي الار بتاعه الانصاف الاقطار بتاعه التقاطع بتاعه الاكزيت تاكسي وايز مع الران واي. فمعطينا ليها مواصفه هي جايه لنا من الايكاو، بيقول لك الفيلتس ذيس ار بروفايدد ان ذا انترسكشن اوف تو اور مور نمبر اوف ترافيك وايز، على سبيل المثال ران وايز تاكسي وايز اور ابرونز. لو انت ما عملتش الفيلتس دي بشكل مناسب، انصاف اقطار مناسبه، واحد من المين جيرز بتاع الايركرافت ممكن ينزل على التراب، يعني يخرج بره الاسفل. بيقول لك one of the main gears of an aircraft is likely to go off the pavement onto the shoulders. طبعا احنا متفقين من زمان ان الشولدرز ما بتبقاش مرصوفه بنفس الماتيريال او القوه بتاعه الماتيريال بتاعه الاوريجينال بيفمنت، فاحنا مش عايزين ده يحصل لان ده ممكن يسبب دامج في الطياره، الطيارات بتبقى تقيله قوي، فانا مش عايزها تخرج عن الاسفلت اللي انت عامله او عن البيفمنت اللي انت عامله سواء كان ريجيد او كان اسفلت.
فالإيكاو بيدينا قيمة الراديوس بتاعت الفلت دي ما تقلش عن الأرقام اللي موجودة هنا. قال لك اهو that the radius of the fillet should not be less than the width of the roadway of the taxiway sorry عرض التاكسيواي ما تقلش عنه. وبالنسبة لل FAA ادى الجدول زي الجدول اللي قدامكم كده. ف نبص كده على الجدول، قال لك قسموا نوعين، المطارات الصغيرة والمطارات الكبيرة، واداك الزاوية بتاعت الانترسكشن ماشي، وقال لك اهو زاوية من 0 ل 45 النص القطر 7.5 في حالة المطارات الصغيرة، ونص القطر 22 متر ونص في حالة المطارات الكبيرة. ولو خدت بالك ده ما بيتعارضش مع المواصفة بتاعت الإيكاو اللي قالت إن نصف قطر الفلتس ما يقلش عن الويتس بتاع الرانواي، لأنك لو رحت للجدول بتاع الويتس بتاع التاكسي ويز أم سوري الويتس بتاع التاكسي ويز هتلاقي إن أصغر مطار عرض التاكسي واي 7.5 وأكبر مطار عرض التاكسي واي في حدود 25 متر ماشي. من الزاويه من 45 ل 135 بدا يكبر انصاف الاقطار، وقال لك هنا 15 متر اللي هم 50 فيت، وهنا 30 متر اللي هم 100 فيت. اكتر من 135 حط هنا 60 متر وحط هنا 60 متر ماشي. فين كده في الزاويه اهي في الصوره اللي قدامنا دي لما يكون 15 متر اهي في المطارات الصغيره نسبيا، ودي 30 متر ودي 60 متر في المطارات اللي فيها الكبيرة واللي فيها زوايا زاوية الميل أكتر من 135 درجة. هتلاحظوا هنا اهو الزاوية الكبيرة هتطلع نص قطر 60 متر، والزاوية الصغيرة هتطلع نص قطر 22 متر عادي ماشي. لحد كده في مشكلة؟ تمام ماشي. اللي على الشمال المطارات الصغيرة، واللي على اليمين المطارات الكبيرة. طيب في حاجة تانية اسمها separation clearance. احنا كنا خدنا لما نعمل كذا كذا runway متوازيين المسافات بينهم بين السنتر لاين بتكون عاملة ازاي، فدي حاجة زيها كده. قال لك ان from the viewpoint of safety من وجهة نظر الامان يعني اي اتنين parallel traffic ways should be separated by an adequate distance from each other، نفصلهم عن بعض بمسافة تخلي ال في safety. فقال لك separation distance دي بتعتمد على كذا حاجة، منها type of airport نوع المطار، ال wingspan of aircraft عرض الجناح بتاع الطيارات اللي هتستخدم المطار، النافيجيشنال ايدز افيلبل ات ذا ايربورت يعني ايه نوع الارشاد اللي بيتم في الران واي، هل الارشاد اللي بيتم في الران واي عن طريق الابراج بس ولا انسترومنتس يعني، ولا في مانوال نافيجيشنال ايدز ولا ايه بالظبط. فقال لك الريكومنديشنز بتاعه الايكاو فور ذا ريكوايرد سيبريشن از شون ان تيبل، هنوريها لك في الجدول دلوقتي. الكليرنس فاليوز دي اتحطت ازاي ككود يعني، قال لك على بناء على حاجتين، جادجمنت الحكم بتاع الخبراء يعني في الموضوع ده، والاكسيدنت ريبورتس والحوادث السابقه اللي حصلت قبل كده. في بعض الاحيان لارج ديستانسز او لارج كليرنسز ذان ذوز باي ذا ايكاو مي بي ريكوايرد، في بعض الاحيان الجود جادجمنت دي برضو بتخلي الناس ممكن تستخدم سيبريشن كليرنس اكتر من اللي موجوده في الجدول اللي هنوريها لك حالا. عشان to accommodate the exit taxiways and other constructions in between the traffic ways، لو عندنا حاجة ما بين ال traffic ways هتبقى موجودة. الأول بنوضح لك separation clearance دي اللي هي ممكن تكون ما بين taxiway و taxiway، وممكن تكون ما بين taxiway و runway. الجدول هو قدامنا بيقول لنا على حسب ال code letter وال code number ايه هي السيبريشن كليرنس اللي احنا محتاجين، هي اللي هي ديستانس بتوين تاكسي واي سنتر لاين اند رانواي سنتر لاين. قال لك لو بنستخدم انسترومنت
او لو بنستخدم نو انسترومنت دي القيم اللي مفروض تكون موجودة عندنا. هنلاحظ منها ان احنا لو بنستخدمش انسترومنت المسافات دي بتقل. تفتكروا ليه؟ عشان حجم الطيارة يتغير. عشان ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي عن رقم 4 و 3 و 4. لا احنا بنتكلم على انه مقسم لنا الجدول ل instrument runways و non instrument runways. ولو حبينا نبص على الارقام كده هنلاقي الارقام في instrument runways اعلى المسافات، يعني السيباريشن كليرنس ما بين المسارات المختلفه اتنين ران واي اعلى من النون انسترومنت. تفتكروا ليه؟ انتوا عارفين الاول النون انسترومنت نافيجيشنال ايد يعني ايه؟ اكيد شفتوا المنظر ده في الافلام كتير. مش في واحد بيبقى لابس فيست كده من اللي هو لونه ليموني ده بمسك اتنين بار في ايده ملونين كده، عصايتين ملونين كده، وعمال يشاور للطيارات ويوجهها. ايوه اللي هو يبقى عمال يشاور لها كده بالبتاع ويقول له يمين شويه مش عارف قدام شويه لا تعالى والكلام زي سايس العربيات كده، بس الراجل ده يعني محترم شويه سايس طيارات. ايوه شفتوه في الافلام. شفناه. هو ده النون انسترومنت، توجيه مباشر هيومن. ماشي. تفتكر ليه الهيومن نافيجيشنال ايد بنحتاج فيه مسافات اقل؟ ممكن عشان استخدام المطار قليل؟ لا لا خالص، بالعكس. ده حتى في اقول لكم على حاجه تانية اكتر، لو انتوا بتركزوا في الافلام هتلاقوا دايما الحاجات دي بتحصل في حاله الهبوط الاضطراري والحوادث والحاجات دي، لانه امور سيف. اما الناس بتوجه بالأجهزة هم بيوجهوا هم قاعدين في البرج، الطيار مش شايف حاجة. ماشي. عشان كده بنحتاج مسافات أوسع لأن ده مش سيف قوي. ماشي. بينما مثلا في الحالات الكريتيكال اللي ممكن يكون فيها مشاكل بيبقى فيه توجيه من خلال، طبعا كده كده من خلال الأبراج ده موجود طول الوقت. ماشي. لكن بيبقى فيه توجيه زيادة نون انسترومنت من البني أدمين. ليه؟ لأن البني أدمين دول هو شايفهم بعينه، وهو بيعمل عملية الهبوط شايفهم بعينه، فده بيديله مور انسايت، يعني بيبقى مور انسايتد متوجه اكتر. ماشي. فعشان كده لو احنا في مطار مثلا هيبقى مطار صغير محتاجين فيه حركات طيرانية قليلة، فهيتم التوجيه من غير انسترومنت وهيتم التوجيه مباشرة، فبنحتاج مسافات اقل. ماشي. طيب ده اللي قالك لو اتنين ران واي بشري وكده، وان الاجهزه هي تبقى ادق من البشر. لا الاجهزه فيها خطا على فكره، اجهزه دايما فيها خطا باي ذا واي، رغم انها تكنولوجيا عظيمه. ماشي. الا ان في النهايه العقل البشري اللي خلق الاجهزه ده هو احسن من الاجهزه. الدليل حاجه انتوا عارفين طبعا حاجه اسمها التيار الالي، اكيد سمعتوا عنها برضو. طيب بيشتغل امتى التيار الالي؟ بيشتغل امتى؟ ما اسمعش عنه غير في الحاجات اللي بتفجر نفسها بس. لا لا لا، في طيار آلي في الرحلات البشرية العادية اللي احنا بنركب فيها على فكرة، الاوتوماتيك بايلوت. بس بيشتغل امتى؟ اولا عمليات الهبوط والاقلاع لازم تتم بشكل بشري تماما. تمام. الطيار الآلي بيشتغل في الرحلات الطويلة. هو مين الطيار اللي هيقعد 15 ساعة؟ انتوا ما سافرتوش رحلة 15 ساعة قبل كده؟ او ما سمعتوش؟ انا اسفة، انتوا لسه صغيرين فهتسافروا لسه، ربنا يعينكم الحياة قدامكم. يعني في رحلات بتوصل ل 15 و 16 ساعة. تمام. مين الطيار اللي هيجيب نفس انه يقعد 16 ساعة سايق الطيارة ده؟ فبيجوا في بعض الأماكن لما يكون خلاص بقى ماشي على سرعة ثابتة ومحددة وخلاص موجود، هو ارتفاع الطيران بيبقى 33 ألف قدم أو 11 ألف متر عن سطح الأرض، فخلاص هو كده موجود في وسط، الكثافة بتاعته أقل. ماشي.
حركة الطيران لو مفيش تيربلنس، محدش بلغه ان فيه تيربلنس، مفيش اي مشكلة خالص، فعادي بيروح مشغل الطيار الآلي وممكن ينام او يريح شوية. هما طبعا بيبقى فيه 2 طيارين تمام، وبيشغلوا الطيار الآلي، ويبقى شغلتهم بس ان هم يبقوا متيقظين كده لو اي تنبيه جالهم او اي اتصال حصل عليهم، لكن ما بيبقوش بيقوموا بعملية القيادة. مش زي العربية مثلا، العربية ما فيهاش الكلام ده، ولو ان هم بيحاولوا دلوقتي بالاوتوماتيد فيكلز اللي هي الاوتونوموس فيكلز، ان هم يخلوا في عربيات من غير سواق زي ما في طيارة بتطير من غير طيار، ماشي. لكن الحاجات اللي بتحتاج تركيز وتصرف سريع ما بيتمش فيها الكلام ده خالص. الطيار الآلي بيشتغل أثناء عمليات الطيران والطيارة فوق في الجو، لكن ما بيشتغلش خالص. هتبقى خلاص بيثبت السرعة، بيثبت الارتفاع، والطيارة ماشي تمام. أول ما بيبلغ إن في مشاكل أو مطبات جوية أو كلام من ده، خلاص بيباشر عملية القيادة بنفسه. لكن غير كده لو الأحوال الجوية مستقرة وكل حاجة مستقرة، عادي ممكن يشغل الطيار الآلي ده ساعتين ثلاثة أربعة زي ما الإرشاد والتوجيه بيتم، ماشي. أما العمليات الصعبة زي الإقلاع والهبوط بتتم بشكل بشري تماما، ما ينفعش فيها أي حاجة، كل اللي بيحصل توجيه عشان هم شايفين وهو شايف وعندهم أجهزة بتمكنهم. لكن باي ذا واي لازم تفهم إن الأجهزة دي دايما فيها نسبة خطأ، ماشي. عشان كده دايما لما يكون في انسترومنت والتوجيه بيتم زي ما قلنا كده من الأبراج، غير لما يكون عندك دايركت اورينتيشن، حد بيوجهك مباشره واقف قدامك وبيشاور لك، ماشي. فالنقطه دي مفهومه، انا مش طالبه تحفظوا ارقام ولا حاجه، بس حاولوا دايما تتعلموا بما ان انتم مهندسين، ففي حياتكم عموما سواء اشتغلتوا باحثين او ما اشتغلتوش باحثين، اسالوا نفسكم عن دلالات الارقام، يعني ليه ده بيطلع اقل من ده، ليه ده بيطلع زي ده، ليه الحاجة الفلانية دي، ايه التأثير اللي انا اقدر استنتجه من ارقام من غير ما اقرا شابترز كتيرة واقرا موضوع طويل عريض، بعد كده اروح ادور على الموضوع. بس حاولوا تتعلموا، لان انتوا ان شاء الله شوية صغيرين، ربنا يوفقكم كلها كم شهر وتبقوا في سوق العمل. انت ممكن تلاقي نفسك مثلا حد بيقول لك صمم حاجة او راجع مشروع وانت عندك نوتة حسابية ما فيهاش غير ارقام فقط، فما تعرفش الناس جايبة الحاجات دي منين. فحاولوا تتعلموا كده، يبقى عندكم انسايد بدلالات الأرقام، ماشي. لحد كده. والمفروض الجيومتريك ديزاين بتاع التاكسي واي اللي هو البارارل خلص. احنا عندنا حاجة اسمها الاكزيت تاكسي ويز، خلاص، اللي هي الممرات او المخارج اللي بتبقى موجودة على الران واي، تمام. هي تصميمها بسيط خالص، وانا عايز اتكلم عنها النهارده، هي حاجه سهله يعني، تمام، ماشي. هم دول في الاصل كانوا محاضره واحده مش محاضرتين، لما كنا بندي محاضرات في المدرج. انا السنه اللي فاتت عملتهم محاضرتين كده، لما كنا بنسجل لزمايلكم اللي في سنه رابعه السنه اللي فاتت المحاضرات ونديها لهم، ما كناش لسه. هو لولا القصة يا دكتور بتاع الترم ده كان هيبقى عندنا كم محاضرة كمان؟ ايه؟ لولا يعني ان الترم بقى صغير كده كان هيبقى عندنا كم محاضرة كمان؟ يعني احنا متأخرين مثلا عن اللي خدوها قبل كده كم محاضرة؟ السنة اللي فاتت احنا برضو قصينا محاضرتين ما اديناهمش، ماشي؟ انتوا برضو هيتقص منكم السنة دي حوالي محاضرتين مش هتاخدوا، تمام. بس انتوا هتاخدوا التصميم كامل ما تقلقوش، ماشي. ماشي. انا عملت كده باي ذا واي، هو محدش لا نبه علينا ان احنا نشيل حاجه ولا نحط حاجه ولا اي حاجه خالص على فكره. احنا في الوضع اللي احنا فيه ده اللي هو غصب عننا كلنا، وموضوع الفيروس وكلام من ده، احنا كلنا في الوضع ده غصب عننا، وكلنا مع بعض اصلا في فريق واحد، فاهم؟ فكون ان حاجه بتتشال او حاجه زي كده، يعني انا بحاول اعمل ده عشان اخفف عنكم. لكن الديزاين يعني انا السنه اللي فاتت شيرت المحاضرات للطلبه اللي انا ما شرحتهاش، بس قلت لهم انها مش هتيجي في الامتحان، تمام. تمام، اوكي. واحنا كده فاضل لنا كام محاضره دكتور بعد النهارده؟ المحاضره الاسبوع الجاي دي كده اخر حاجه.
مضطرين، لان الاسبوع اللي بعديه المحاضره، الاسبوع الجاي يوم 25، المحاضره اللي بعدها يوم 1/6. ده الامتحان 2/6 اصلا. بالظبط. ايوه تمام. طيب الاكزيت تاكسي ويز بقى، احنا اتفقنا ان دي المخارج اللي بتبقى موجوده على الران واي عشان الطيارات تخرج منها وتخلي الران واي باسرع وقت ممكن، زي ما قلنا عشان نحافظ على الساعه بتاعه الران واي وبالتالي الساعه بتاعه المطار، الكباستي بتاعه المطار. فمكانهم فين ده بيعتمد على عوامل كتير قوي، هنقول المهم منها. فقال لك اول حاجه النمبر اوف اكزيت تاكسي ويز، انت هتعمل كام اكزيت تاكسي واي، الاكزيت سبيد هم هيخرجوا بسرعه كام، لان كل ما كانت الاكزيت سبيد تقدر تخرج بسرعه عاليه كل ما بقيت اقدر اعمل اكزيت تاكسي واي اقرب. انواع الطيارات زي ما اتفقنا قبل كده، طيارات صغيره احمالها قليله فهتحتاج مسافه قصيره علشان توصل لسرعه تقدر تخرج بيها من على الران واي. لكن الطيارات الكبيرة انتوا عارفين لما تبقى حاجة جاية بسرعة كبيرة جدا وهي اصلا كمان وزنها تقيل، فاكيد بتحتاج مسافة اعلى لحد ما تقلل سرعتها لسرعة مناسبة تقدر تخرج بيها من الران واي. فانواع الطيارات اللي هتستخدم المطار عامل مؤثر جدا، الويذر كونديشنز الاحوال الجوية، التوبوغرافيكال فيتشرز التوبوغرافية بتاعة المكان بتاع الران واي والسراوندينجز بتاعة الران واي، البايلوت فاريابيليتي الطيار بقى شاطر ولا مش شاطر، خبرة ولا لسه جديد، الحاجات دي. فأول حاجة هنتكلم في العوامل دي، أول حاجة الـ number of exit taxiways provided decides their location، بيحدد أماكنهم. يعني على سبيل المثال لو هتعمل اتنين خلاص هما هيبقوا واحد في الأول واحد في الآخر، مفيش حل تاني. لكن لو هتعمل أكتر من كده هتبتدي توزعهم على طول الرنواي. تاني حاجة الاكزيت سبيد، السرعات، والاكزيت سبيد دي بنقصد بيها اقصى سرعة تقدر الطيارة تعمل عملية دوران بأمان، ماشي. كل ده بيختلف من طيارة الاخرى، ماشي. فعشان كده كل طيارة هتبقى محتاجة زي ما قلنا كده طول معين بعديه لازم يكون في اكزيت عشان تخرج، وإلا هيبقى مضيعة للوقت ان انا ماشيها اكتر على الران واي. معلش السلايدز بتاعتي معلقة. انا نسيت اخد الدواء بتاعي باين بقى. نوع الطيارة كل واحدة بتحتاج مسافة على حسب حجمها وسرعتها، ماشي. فده بيأثر على اللوكيشن بتاع الاكزيت تاكسي ويز. اما موضوع الويذر كونديشنز بقى، فقال لك الرياح، درجة الحرارة، الضباب، البوج، كل ده بيأثر على الطيارة من وهي لسه في الجو، يعني سرعتها في الهبوط من وهي لسه في الجو. وبالتالي كل ما سرعة الهبوط اختلفت كل ما الطول اللي هي هتحتاجه عشان تقلل السرعة المحددة اللي محتاجة تخرج بيها أو تعمل عملية الدوران من على الران واي، ما المسافة هتتغير. التوبوغرافيكال فيتشرز بقى بتأثر في ايه؟ بتأثر في الفيزابيليتي. يعني احنا لو جينا نفكر مع بعض، انا عايزه احط موقع المطار مثلا، يبقى الفيزابيليتي اوضح في حاله الهاي اتيتيود يعني على تل مثلا، ولا الديب فالي الوادي بطن وادي؟ تفتكروا مين الاحسن في موقع الران واي؟ على تل عشان تبقى بعيد عن الضباب، على تل عشان
على تل عشان تبقى بعيد عن الضباب. كلام مظبوط. ايه كمان؟ والعوائق برضو. ايه ده كلام مظبوط جدا. ايه كمان؟ في حاجه كمان. عارف. ايه؟ عوائق النظر. عوائق النظر بعيد عن العوائق. جميل جدا. في حاجه كمان. والرياح بتبقى اكثر انتظاما في الحاجات العاليه. برافو عليك ما شاء الله ما شاء الله. احنا قلنا الكلام ده قبل كده ولا انتوا شاطرين بقيتوا شطار وبتعرفوا تشرحوا مطارات اكتر مني؟ اتعلم من حضرتك. الله يخليك. بس انتوا بقيتوا شطار الحمد لله. مور يونيفورم سبيد مور كلير سايت لان ما فيش بوج ولا في ولا ضباب ولا سحاب ولا حاجه من دي. ماشي. ثالث حاجه فري فور ديستراكشنز. ف لما يكون الفيزابيليتي كويسه ماشي ده بيأثر بيخلي سرعة الهبوط معقولة. لكن لو في obstruction في الابروش ده بيأثر على landing speed وبالتالي once the landing speed اتغيرت يبقى طول الطيارة هتحتاجه عشان تمشي على runway يتغير وبالتالي موقع exit taxiways هيتغير هو كمان. موضوع البايلوت variability بقى قالك ايه ان القواعد بتاعت الهبوط محددة ودقيقة جدا بس برضو بيظهر بعض الفروق الفردية ما بين الطيارين وبعضيهم. اللي بيدوس على الفرامل قوي واللي يعني في حد ممكن يحتاج طول اقل من حد تاني. هو بيقول لك انه البايلوت فاريابيليتي شود بي كونسيدرد في لوكيتنج الاكزيت تاكسي وايز. ماشي. طيب الاوبتيمم لوكيشن بيبقى ازاي؟ قال لك ان الاوبتيمم لوكيشن ده عشان خاطر نقدر نوصل له يبقى ان الطيارات اللي بتعمل عمليه الهبوط تكلير اوف ذا ران واي از ايرلي اس بوسبل يمشوا من على الران واي باسرع وقت ممكن عشان يفضوا عمليات طيرانيه ثانيه. طب انا عشان اعرف القصه دي يعني اعرف مكانهم فين او الاوبتيمم لوكيشن ده هيبقى فين؟ قال لك في حاجه لازم نفهمها اسمها الاكسبتنس ريت بتاع الران واي. وفي حاجه تانية اسمها الارايفل ريت بتاع الايركرافتس اللي جايه من الجو وعايزه تعمل عمليه الهبوط. الاكسبتنس ريت ده معدل القبول للران واي المفروض يكون مساوي لمعدل وصول الطيارات. لو بصينا كده طبعا احنا لو بدينا من الصفر لو في طياره واحده خلاص ما المطار فاضي هي الطياره الواحده اللي هتنزل يبدا يزيد فيبدا برضو الران واي يقدر يستوعبها 2 3 10 في الساعه. طبعا بنتكلم في الساعه لان احنا عندنا حاجه اسمها حركات طيرانيه في الساعه خلاص. لكن لما يبدا يزيد 60 70 هل الران واي هيتقبل ده؟ ماشي. فبيقول لك كده up to a certain level or up to a certain arrival rate runways capable of accepting all the arriving aircrafts. لما لحد مستوى معين اي طياره بتيجي الرنواي قادر على انه يتقبلها وتعمل عمليه الهبوط. لما يبدا يزيد قوي ماشي مش بالضروره الرنواي يكون فاضي عشان يقدر يستقبل الطيارات اللي موجوده في الجو. ماشي. فقال لك النقطه دي النقطه اللي عندها هيبدا الكباستي بتاعت الران واي او معدل القبول بتاعه يقل عن الارايفل ريت بتاع الطيارات دي اسمها البالانس بوينت. ماشي. ودي بتمثل السيتويشن اللي فيه الران واي از لودد تو اتس فول كباستي خلاص هو كده دي اخر الساعه بتاعته. ماشي. ولما ده يحصل بنسميه تشبع الران واي. فاحنا المفروض بصوا كده يعني انا لو برسم العلاقه ما بين الارايفل ريت على المحور الافقي وما بين الافريج اكسبتنس ريت على الراسي المفروض ان العلاقه خطيه كده الاثنين قد بعض كل ما بيجي طيارات الران واي بيقبلها. ماشي. لحد ما نوصل لنقطه معينه لو بعدها بدا يزيد الارايفل ريت الاكسبتنس ريت ثابت زي ما هو. ماشي. دي النقطه دي بنسميها البالانس بوينت او الران واي ساتوريشن. ده الموقف اسمه runway saturation والنقطة دي على المنحنى اسمها البالانس بوينت. احنا بنحاول ان احنا نبقى عند البالانس بوينت دي ما نزيدش
عنها، فبنحاول نوزع التاكسي ويز في الاماكن بحيث ان انا اوصل للبالانس بوينت، ان انا ابقى استغليت الرار واي تو اتس فول كاباسيتي. ماشي. ف الجداول اللي عطتها لنا الاف اي اي زي ما موجوده قدامنا كده، such location to exit taxiways define as the optimum location لما بقى عند البالانس بوينت. والاف اي اي ريكومنديشن ادتنا في الجدول ده قال لك الايركرافت تايب والديستانس فروم ذا ران واي ثريشولد. الثريشولد دي بدايه الران واي، اسمها العتب او بدايه الران واي. فقال لك في حاله اللارج تيربو جيت ترانسبورس، طيارات اللارج تيربو 1800 متر من بدايه الران واي، والفور انجن الطيارات اللي باربعه محركات 1200 ران واي 1200 متر من بدايه الران واي، والتوين انجن او الطياره اللي بمحركين بس 750 متر من بدايه الران واي. طيب اما نيجي بقى احنا عايزين نصمم الاكزيت تاكسي ويز دي اللي هي ما بين الران واي والبارال تاكسي واي. خليني انا هرجع للسلايد دي تاني، بس انا عايزاكوا تشوفوا كده، عايزاكوا تشوفوا الصوره دي وتفهموا هي الاكزيت تاكسي واي. لو على سبيل المثال انا عندي كده ران واي، ماشي، وعندي بارال تاكسي واي، انا عايز افضي الران واي ده، فعندي الطياره جت عملت عمليه هبوط على الران واي، وبعد مسافة معينة مشيتها على الران واي المفروض انها تخرج منه، فالخط المايل ده، الطريق المايل ده ما بين الاثنين بارل ترافيك ويز هو الاكزيت تاكسي واي. عايزين نصمم الاكزيت تاكسي واي ده طبعا للزاوية بتاعته طبعا والسرعة وكده. فعرفنا الاول بس شكله، نرجع بقى نقول احنا هنصممه ازاي. ماشي. قالك انا عشان اعمل الحكايه دي فعندي شويه حاجات كده بتحكمني في التصميم. قالك the most significant factor affecting the turning radius is the exit speed of aircraft، خروج سرعه الخروج من على الران واي. احنا بنعمل كمان slightly widening the entrance، بنوسع الانترنس كده ب 30 متر gradually tapering to the normal width of taxiways preferred، بنوسع شوية المدخل. ال widened entrance ده بيدي ال pilot more latitude in using the exit taxiway، لما يكون عنده توسعة فبيبقى بيقدر يدخل على ال exit taxiway بشكل أفضل، بيبقى مطمن على العجل بتاع الطيارة إن هو مش هيخرج عن سطح البيبنت. الزاوية بتاعت الدوران بتكون كام؟ قالك من 30 ل 45 كان بينو كشيدت ساتسفاكتورلي، يعني من 30 ل 45 الناس بتقدر تدخل عليه عادي ما فيش مشكله خالص. لو الزوايا الصغيره اللي هي بالقيم دي قال لك ان هي بتبقى مفضله عشان ساعتها طول الكيرف بيبقى قليل، كل ما كبرت بقى الزاويه كل ما بيبقى طول الكيرف اطول والنيجوشيشن بيبقى اصعب. نيجوشيشن او مانوفر، طبعا حد عارف يعني ايه كلمه نيجوشيشن بالانجليزي بالعربي؟ سوري تفاوض مش تعاقد. ماشي. طب هو الطيار هيتفاوض مع الـ مع الـ مع الطريق اللي ماشي فيه ازاي يعني؟ او مانوفر مناوره، هو الطيار برضو هيناور مع الطريق اللي ماشي فيه ازاي؟ هي لان الحركه محتاجه مهاره. ماشي. هو طبعا التفاوض والمناوره المفروض ان هي بتبقى ما بين اشخاص بني ادمين، ماشي، لكن هو مش ما بين طيار وطريق، تمام، لكن هم بيسموا العمليه دي المانوفر والنيجوشيشن بيسموها بالاسم ده لان هي محتاجه مهاره، تمام، عشان كده وهو بيقود الطياره كده وداخل على التاكسي واي بيسميه نيجوشيشن. ماشي. طيب يعني الالفاظ دي بتستخدم لابراز اهميه المهاره في قياده الطائره في المناطق دي. ماشي. فقال لك طيب انا هعمل ايه؟ قال لك التصميم دايما بيبقى من
بتاع السرعه يعني. الهايت ان اوف سبيد بتبقى من 65 ل 95 كيلومتر بير اور، اللي هم 40 ل 60 مايل يعني بير اور. وساعتها بنعمل ايه؟ بنعمل كومباوند كيرف. كومباوند كيرف بدل ما اخش على الكيرف بالنصف قطر بتاعه اللي هو هيطلع لي من التصميم بالمعادله اللي شفناها من شويه، على طول معادله اللي هي الفي بتساوي الار بتساوي في تربيع على 125 اف، ماشي؟ دي سرعه تصميميه اللي هتطلع لي نصف القطر بتاع الكيرف التصميمي. انا مش هدخل على نصف القطر ده على طول. فاكرين كده في الطرق مش كنا بنعمل حاجه اسمها سبايرال كيرف؟ ايوه. كنا بنعمله ليه السبايرال كيرف؟ عشان اقلل من قوة طردة المركزية قبل ما اخش الكيرف. بالظبط كده، ما تخليهوش يتعرض فجأة من قوة طردة مركزية صفر لقوة طردة المركزية دي كلها مرة واحدة. طب احنا هنا بنتكلم على فيك الكبيرة اللي هي طيارة وحجمها تقيل، ماشي؟ فبرضو عشان يبقى بتتعرض للقوة الطردة المركزية جرادولي احنا مش هنعمل سبايرال، لكن هنعمل بدل الكيرف كيرفين. خلاص، كيرف اللي هو بتاع الانترنس كيرف اللي هو داخل على الدوران ده، وبنعمله بنصف قطر كبير شوية، ماشي؟ أكبر من نصف القطر التصميمي بتاع الكيرف التصميمي، تمام؟ فيبقى عندنا كيرفين، فبالتالي يبقى عندنا كومباوند كيرف. قال لك a compound curve is necessary to minimize the tire wear on the nose gear، عشان خطر يقلل القوة الطردة المركزية اللي هي بتخلي برضو في ضغط كبير على النوز جير وبيحصل له بري، ماشي؟ فقال لك therefore the main curve radius R2 should be preceded by a larger radius curve R1 as shown in figure. الR1 ده مش تصميمي خالص، فاحنا بنجيبه من الجدول اللي قدامنا ده. قال لك ان الجدول دوت لو السرعة 65 الR1 ب 517 متر، ولو 40 مايل بر اور يبقى 1740 اللي هي نفس السرعة يعني 40 مايل بر اور. لما ناخد الR1 بالفيت هتطلع 1724. لو السرعة 80 فالR1 بتساوي 731 متر، ولو السرعة 95 يبقى الR1 نصف القطر ب 941 متر، تمام؟ طيب نصف القطر التصميمي احنا عارفين نجيبه ازاي، هو ب 125 المعادله اللي فيها 125. بس قال لك بقى كده انا حطيت كومباوند كيرف ار 1 وار 2، ار 1 قصادها طول كيرف عايزين نحسبه، ماشي؟ فقال لك اللينس اوف ذا لارجر ريديوس كيرف كان بي رافلي اوبتيند فروم ذا فولوينج ريليشن. ليه معادله؟ قال لك ال ال 1 بيساوي 28 في الكل تكعيب على سي ار 2، او بيساوي في تكعيب على 45 في سي في ار 2. هي 28 دي طلعناها من جوه القوس وكعبناها وحطيناها في المقام، طلعت ب 45 ونص، ماشي؟ والفاليو اوف سي قيمه السي ب 39 من 100، اجيب قيمه ال 1، ماشي؟ في سايد ديستنس كمان عايزينها، محتاجينها على الكيرف ده، ماشي؟ فقال لك قيمه السايد ديستنس بتساوي برده 28 من 100 بس بره القوس، في تربيع على 2 دي او في تربيع على 25.5 دي، والدي هو الديسيليريشن ريت بالمتر على السكند تربيع، وقال لك قيمته بتساوي 1 متر على السكند تربيع او 3.3 فيت على السكند تربيع. لازم نحقق الستوبنج سايد ديستانس من بدايه الايدج بتاع الران واي على طول الاكزيت تاكسي واي، ماشي؟ نشوف مثال مع بعض. يا عيال انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا معاك يا دكتور. لا معاك يا دكتور. طيب الحمد لله ان انتوا لسه موجودين. ماشي، المثال بيقول لي design an exit taxiway joining a runway and a parallel main taxiway. The total angle of turn اعطاها لي ب 30 درجة. The turn off speed 80 كم per hour. Draw a neat sketch and show there all the design elements. بعد ما تخلص التصميم كده ارسم لنا neat sketch، ماشي؟ وارسم لنا فيه كل الديزاين اليمنت، ماشي؟ طيب بدايه كده احنا عارفين ان نصف القطر التصميمي ار 2 هنجيبه من معادله في تربيع على 125 اف، ماشي؟ فالسرعه عندنا 80 كم بر اور، هنطلع قيمه ار 2 ب 391 متر تعويض مباشر في المعادله، ماشي؟
ار واحد لو رحنا بصينا في الجدول تاني كده السرعة 80 الجدول اهو ار واحد طلعة ب 731 متر من الجدول يبقى دي ار واحد خلاص كل كيرف قصاده طول للكيرف ال واحد المقابلة الار واحد ماشي بتتجاب من المعادلة بيتا كعيب على 45.5 سي في ار اتنين واحنا متفقين ان سي ثابت هنحط قيمته ب 39 من 100 فهنطلع قيمة ال واحد ماشي ده كيرف من دايرة وبالتالي بقوانين الدايرة اللي خدناها في الترم الاولاني لما كنا بنتعلم تصميم الهوريزونتال كيرفز اقدر اجيب الزاوية المقابلة للكيرف ده قد ايه ماشي مش الدلتا بتساوي 180 في ال على باي فار جت منين المعادلة دي مش احنا لما كنا بنحسب ال اي طول اي كيرف عندنا معادلة طول المنحنى ايوه معادلة طول المنحنى بتقولي ان ال بتساوي ار في دلتا بس الدلتا دي لازم تكون بالراديان مش بالديجريز تمام فكنا ار في دلتا مضروبه في باي على 180 طرفين في وسطين هطلع الدلتا في هنا الدلتا اللي مجهوله هناك لما كنا في الطرق كانت بتبقى الدلتا معلومه وبنجيب طول ال هنا ال معلومه وعايزين نجيب الزاويه دلتا فدلتا واحد المقابله ال واحد في الكيرف اللي نصف قطره ار واحد ماشي بتساوي 180 في ال واحد على باي في ار واحد نعوض هنطلع قيمة الدلتا بخمسة خمس درجات وخمسة واربعين دقيقة ماشي اللي هما خمس درجات وثلاث تربع اوكي احنا الزاوية بتاعت الكيرف كلها ماشي 30 درجة فلو طرحنا منهم خمس درجات وثلاث تربع هيطلع لنا بقية الثلاثين درجة اللي هما باربعة وعشرين درجة وخمستاشر دقيقة ماشي نقدر من هنا نحسب طول الكيرف الثاني اللي هو السنترال كيرف او الديزاين كيرف يعني بنفس القانون ال بتساوي ال ار في الدلتا في باي على 180 فهيبقى ار 2 في دلتا 2 في باي على 180 نجيب قيمه طول ال 2 ماشي طيب انا محتاج احسب طول ال 2 ومحتاج كمان احسب السايد ديستنس فاعوض في المعادله اجيب قيمه السايد ديستنس وهرسم كده كل الديزاين اليمنتس ده الانترنس كيرف بار واحد ودلتا واحد وال واحد وده السنترال كيرف او الديزاين كيرف بار اتنين ودلتا اتنين وال اتنين لازم اتاكد ان طول الاكزيت تاكسي واي ده موفي السايد ديستنس من اول حافه الران واي لحد حافه التاكسي واي ماشي في اي خطا في الحسابات في القصه اللي عدت دي حد لاحظه ولا انتوا نايمين يا ولاد معاك يا دكتور عشان نحاول نجيب الغلط بس طيب فكروا انا معاكم ال 25 ونص اللي تحت دي 25 ونص لا لا هي دي معادله اصلا وهي كده زي ما هي تمام مظبوطه اصلا هو في خطا على فكره بس انتوا الانجينيرنج سنس بتاعكم بينام في المحاضرات الاونلاين بيبقى اكتر في المدرجات على فكره ليه قيمه الدلتا 2 24 و15 ولا ليه بقى خطا برافو عليك بس ليه بقى خطا برافو عليك صح بس هو ليه خطأ فكروا كده هي الزاوية دي متقاسة منين مش عارف بص كده على الرسمة الزاوية اهي
اللي هي لو رسمنا كده خطين مفروض ماشي هتبقى الزاوية المحصورة دي الزاوية الخارجة اهي، فهي بتساوي الزاوية المحصورة في القوس بتاع المنحنى، القوسين بتاع المنحنيين. وضحتها خالص اهو؟ يعني هنطرحها من 180؟ مش فاهم. مش هنطرحها من 180، هو نفس رسمة المنحنى اللي كنا بنرسمه لكم في الطرق بس مقلوبة. ماشي فاكرين ديفليكشن انجل اهي 30 درجة اهي. خلاص لو انت جيت رسمت من هنا كده خط يوصل لمركز الدائرة ومن هنا خط يوصل لمركز الدائرة، المفروض الزاوية اللي في النص تكون 30 درجة صح؟ تمام كده. ومجموع الزاويتين 30 درجة صح؟ صح. الخطأ فين؟ طب انا هقول انا الخطا عشان انتوا طبعا زي ما قلنا كده الانجينيرنج سنس بينام في المحاضرات الاونلاين. الخطا ان هو مش سيمبل كيرف، هو كومباوند كيرف، وبالتالي الزاويتين ما بيتقابلوش في نفس النقطه لانه مش نفس المركز. صح صح. طيب يبقى مجموع الزاويتين المفروض مش بيساوي 30 درجه ولا حاجه ماشي، او مش بيساوي 30 درجه بالظبط، لكن ده نوع من انواع التقريب ماشي، فنوع من انواع الابروكسيميشن في الحل. اوكي هو مشينا يا دكتور المماس المشترك هيخلي لي الدلتا الكليه عباره عن دلتا 1 زائد دلتا 2. لا هو اي هقول لكم على حاجه لطيفه، هفتح لكم محاضره من محاضرات الطرق تاني بس احنا هنرجع للمحاضره دي تاني. هو كان في مساله عن الكومباوند الترم اللي فات كده. النقطة اللي هي المشتركة بين الكيرف الأولاني والتاني دي كان عندها مماس مشترك. طبعا. ما ده كده يا دكتور هيخلي الديفليكشن انجل بتساوي 30 فعلا. خليني اوريكم حاجة وبعدين نبقى نرجع للمحاضرة دي تاني. حد فاكر كده المحاضرة دي؟ ده كومباوند كيرف صح؟ المركزين هنا مش نفس النقطة صح؟ ايوه وبالتالي مجموع الزاويتين دول هندسيا مجموع الزاوية دي زائد الزاوية دي مش بالضرورة بيساوي، لو انا مديت خط مماس من هنا وخط مماس من هنا مش بيساوي الزاوية اللي هتكون موجودة ما بين المماسين صح؟ صح. هو ده الخطأ اللي في الحسابات، لكن هو مش خطأ لأنه طريقة التصميم سمحت بالنوع ده من الابروكسيميشن. ابروكسيميشن ماشي، ده نوع من أنواع التقريب. أنا كنت بحاول أفوقكم بس لأن عادة أنا عادة متعودة إن الناس بتروح جاية سأل على طول، طب هو إزاي إحنا بنجيب الزاويتين مجموعهم يساوي 30 درجة هما مش متقابلين في نفس النقطة أصلا ماشي. بس أنتوا واضح إن الأونلاين والخروج من العيد احنا لما خدناها الترم اللي فات في السكشن ما كنا خدناها عادي انها بتساوي 30، ما قلناش حته ان احنا بنفرضها بس يعني واحنا بنعتبر افتكرناها ده الاساس بتاعها. افتكرنا ان هو الرياضي بتاعها يعني ان هو يطلع مجموعهم بتساوي. هو اي حد بيقول لك اي حاجه حتى لو كان الدكتور بتاعك بتاخدها من المسلمات كده ما تفكرش فيها. هو الدكتور ده مش الدكتور ده مش انسان زينا بيغلط وانا مش ممكن اغلط، احنا كلنا بنغلط. انا بس عايزاك لما حد يقول لك حاجه يعني ايه بغض النظر عن احترامك للشخص، ما هو عادي ان انا احترم شخص واختلف معاه لانه ممكن يغلط عادي، بس انا بناقش ماشي. انا شخصيا هو انا اللي قلت لك الخطا فين، لان هو مش خطا، هو ابروكسيميشن تقريب
والابروكسيميشن هو حاجه احنا بنعتمدها احيانا في الحلول وطرق تصميم عالميه بتعتمدها في الحلول، وانت مش في الماتيريال. لما ابتديت تاخد ماتيريال، انت بتاخده ماتيريال من سنه كام؟ مش من سنه اولى او تانية تقريبا. بغض النظر، اول ما ابتدوا يكلموك على الخرسان ماشي، قال لك الخرسانه نون هوموجينيس في الماتيريال، صح ولا لا؟ صح. حد فاكر هي ماده متجانسه ولا ماده غير متجانسه؟ غير متجانسه. طب طرق التصميم اللي خدتوها بتفترض ايه؟ هوموجينيس. تفترض ايه؟ قول. ان الخرسانه ماده متجانسه، صح ولا لا؟ صح. طرق التصميم اللي خدتها في ماده الخرسانه بقى ماشي. انتوا دايما الاسامبشنز اللي الناس بتقولها لكم بتاخدوها على ان هي خلاص دي اسامبشنز بقى فمش لازم نعرفها ماشي. اي اسامبشنز هي نوع من انواع التقريب في الحل. انا افترضت ان هي متجانسه رغم ان اكشوالي لما نيجي ندرسها في الماتيريال هي ماده غير متجانسه. تمام. في عندنا حاجات كتير فيها تقريبات في الحلول عشان نقدر نوصل لحلول، لان لو خدناها بطبيعتها اللي هي الحقيقيه ومراقبه البيهيفير بتاعها عشان نوصل لاكبر درجه من الدقه ممكن ما نعرفش نحلها في مستوى معين. تمام. لكن زي مثلا الابحاث اما بتيجي الفاينايت اليمنت، مش انتوا بتاخدوا فاينايت اليمنت ولا ما بتاخدوش فاينايت اليمنت؟ او حد فيكم اتعلم يستخدمه ولا ما خدتوهوش خالص ولا ما بتستخدموش خالص؟ لا ما بتعملش حاجات اللي خدوا فاينايت اليمنت. يعني اي برنامج فاينايت اليمنت لما بتيجي تدخله الاليمنتس بتاعت اي منشأة بس ما تعملناش البرمجه بتاعتها. ما فيش مشكله، دي برامج سهله اصلا تتعلمها لما تتخرج، ما هيش مشكله خالص. بس الاسامبشنز الرئيسيه بتاعت البرامج دي ان هو بياخد الماده على ان هي متجانسه. طبعا في برامج بتاخدها ان هي نون لينير، مع ان يعني برضو احنا بنقول في بعض العلاقات بنقول ان هي لينير في بيهيفير لحد حد معين، بعد الحد ده بتبقى نون لينير ماشي. فالبرامج نفسها فيها نوع من انواع التقريب. تمام. في برامج جديدة ما عادتش فيها التقريب دوت، في برنامج اسمه ديسكريت اليمنتس اللي هو زي مثلا الاسفلت، خطة الاسفلتية نقصد، هو الاسفلت عبارة عن ركام كبير وصغير ورمل وبودرة وبايندر بيربط ما بينهم. فهو هنا ما عادش مادة، هو مش مادة متجانسة ماشي. فلو في برامج معينة بتتعامل معاها لأنه مادة متجانسة، بقى في برامج تانية بتحاول تموديل البيهيفير بتاع الأسفلت ده بس على أساس إن هو حبيبات وبينها رابط، فابتدى ياخد الحبيبات دي بخواصها لوحدها والرابط ده بخواصه لوحده وهكذا. الحاجات فيها أنواع من التقريب عشان أوصل لحلول لحد ما نلاقي طريقة تخلينا نحل من غير تقريب. ماشي. فاهمين؟ انا بحاول اصحي دماغكم شويه عشان انا حاسه ان انتوا نايمين، بس انتوا واضح ان انتوا خلاص كفايه عليكم كده. وايه عايزين ناخد اخر سلايد في المحاضره بتاعتنا عشان نلحق نكمل نوم، صح؟ انا صحيح من بدري والله يا دكتور، كان عندنا محاضرتين قبلها. ربنا معاكوا يا ابني. ماشي. خلينا نكمل، احنا فاضل لنا سلايد واحده بس. خلاص. سلايد لطيفه هي بتقول لي السلايد دي، لا لو انا عايز احسب الديستنس فروم ذا تاكسي واي تو ذا ثري شول على حسب بقى الطياره اللي عندي، فبيقول لك الديستنس دي اللي هي مسماها دي ديستنس فروم ذا ران واي ثري شول تو ذا اكزيتس، قال لك ان هي بتساوي الديست دي تي دي زائد دي اي ماشي. قال لك الديستنس بتاع تاتش داون بوينت اللي هي distance from the runway threshold to the point where the aircraft touches down. touches down يعني تلمس أرض الرانواي. ال DE is distance from the touchdown point to the exit اللي هي DE. ودي اللي هو بينزل بسرعة معينة، وإحنا اتفقنا إن إحنا عايزينه يوصل لسرعة بتاعة ال exit taxiways اللي متصمم عليها. فقال لك DE بتساوي ال V touchdown تربيع ناقص ال V exit تربيع على 2A اللي هي ال V touch down الايركرافت سبيد ساعة التاتش داون، ال VE ال exit speed of the aircraft اللي هي صممنا عليها التاكسي واي اللي لازم توصل لها الطيارة قبل ما تخرج من التاكسي واي،
وقال لك الايه الديسيليريشن ريت اوف ذا ايركرافت اون ذا ران واي. فلو اعطيناك الحاجات دي انت تقدر تحسب مسافه الاكزيت تاكسي واي من الثري شولد بتاع الران واي او من بدايه الران واي. ممكن لحد كده في على الرسمه بس المسافات دي؟ لا على الرسمه، يبقى هوريها لك في محاضره تانية اللي هي المحاضره اللي المفروض ان احنا مش هنشرحها. خليني اوريك حاجه. ممكن برضه يا دكتور تبقى تنزلنا ملفات المحاضره اللي مش هشرحها؟ انا هنزل لكم كل اللي انتوا عايزينه ما تقلقوش، هنزل لكم حتى المحاضرات اللي مش هشرحها. دكتور بصوا كده، دي محاضرة اسمها الايربورت ماركينج، الماركينج بتاع بصوا هنا من ضمن الران واي ماركينج العلامات اللي بتتحط على الران واي. العلامات دي حاجة مهمة قوي على فكرة في الطرق. قال لك الران واي ثري شولد ماركينج، الران واي تاتش داون زون اور لاندنج زون ماركينج، اللي هي المنطقة اللي الطيارة بتلمس فيها الران واي بيتعمل لها ماركينج بشكل معين، الرانواي ايدج ستريب ماركينج، الرانواي سنتر لاين ماركينج، حافه الرانواي من ناحيتين ليها ماركينج بشكل معين، السنتر لاين ليه ماركينج بشكل معين، الرانواي نمبر اتكلمتكم عنه لما كنا بناخد الاورينتيشن ويند روز، فاكرين لما قلت لكم اما بنجيب الانحراف بتاع الرانواي بنيجي بعد كده لما نيجي نرقم الران واي ده بنرقمه بالانحراف بتاعه، بس بنقسم الانحراف على 10. يعني على سبيل المثال اتفقنا ان الران واي اللي من الشمال للجنوب بيتحط عليه 0.18، حد فاكر الكلام ده؟ ايوه. والران واي اللي من الشرق للغرب مثلا بنحط عليه 9.27 اللي هم الانحراف التوتال الانحراف الدائري بتاعه يعني. ماشي. فلو جينا نبص كده طبعا في كذا شكل من اشكال الران واي ماركينج. فعندنا على سبيل المثال كده، ده لو بصينا على الران واي نخلي بالنا كده، ده الماركينج بتاع الثري شولد، بدايه الران واي بيتعمل بشكل ستريبس كده طويله ماشي على عتبه الران واي، تمام. طبعا ليها بيبقى ليها مواصفات معينه والمسافات بينها بشكل معروف، فبيبقى ستريبس وفي بينها مسافات ماشي. ال 20 دي هي الانحراف، يعني نتوقع ان انحراف الران واي ده من الناحيه دي هيكون كام؟ 200 درجه. طب والناحيه الثانيه؟ هي 60. ليه يا ابني؟ مش الفرق بين اي خط مستقيم، مش الران واي ده خط مستقيم، مش الفرق بين اوله واخره دايما بيبقى 180 درجه؟ ايوه. يعني لو الناحيه دي 200 يبقى الناحيه الثانيه 20، فهنكتب هنا 20 ونكتب هناك ايه؟ 2. ايوه صح. ماشي. طيب ال دي لما يكون عندنا كذا ران واي متوازيين، لو انا عندي 2 مثلا هكتب 20 ال و20 ار ليفت ورايت. ماشي. طب لو 3 20 ال و20 سي و20 ار ليفت وسنتر ورايت. ماشي. طب لو 5 ماشي 20 ال 20 ال سي 20 سي 20 ال ار 20 ار. حد فاهم اقصد ايه؟ ال سي ليفت سنتر يعني على ناحيه الشمال من السنتر، وال ال ار ناحيه اليمين من السنتر، بس انا عندي 5 ماشي، فبميزهم عن بعض. ليه مهمه تسميه الران واي؟ ليه مهم نكتب انحرافه ونسميه ونعرف اليمين مش الشمال وكلام من ده؟ ليه؟ وتبقى مكتوبة عليه واضحة كده ومبان من فوق لمين؟ للطيار. ليه؟ لأن هما وهو داخل على المطار
هيقولوا له انت هتعمل عمليه هبوط على الران واي الفلاني، احنا اتفقنا ان مش بالضروره يكون المطار في ران واي واحد بس، ممكن يكون في اكتر من ران واي، فساعتها بنقول له انت هتعمل هبوط على المطار رقم على الران واي رقم كذا، فلازم نعرفه هو انه ران واي اللي مسموح له ان هو يهبط عليه، فلازم الرقم والاسم بتاع الران واي يكون واضح تماما بالنسبه له من فوق. ماشي. طيب بعد كده عندنا الماركينج، طبعا ده الماركينج بتاع السنتر لاين. ماشي. عندنا ده الماركينج بتاع الايدج، عندنا ده بقى الماركينج بتاع التاتش داون زون. ماشي. نسميها حتى الايمينج بوينت، هو جاي من فوق عايز، شايفين الحته الباتشه المتلونه باللون، طبعا هو هنا ظاهر اسود لكن هو في الطبيعه بيبقى لونه ابيض لانه الران واي لونه غامق بسبب الماده المستخدمه فيه اللي هي الاسفلت. ماشي. فده كده دي تاتش داون ماركي اهي. بتتعمل ازاي؟ قال لك بتتعمل يا اما بتيجي كده علامات ستريبس زي دي تزيد، وبعدين تيجي بعد منطقه يعني واحد وبعدين اتنين وبعدين ثلاثه، وبعدين تيجي بعد التاتش داون تقل تاني، فيعرف ان المنطقه اللي متكسر فيها العلامات دي هي منطقه التاتش داون. ماشي. فبتبقى شكل الترقيم بتاعها يا اما بالشكل ده، الماركينج بتاعها او العلامات بتاعها بالشكل ده ستريب كده على بعضها متلونه، يا اما ايه كذا خط جنب بعض في المنطقه اللي هيعمل فيها تاتش داون. مش اوريها لكم حتى في ران واي تاني، سوري اهي باينه هنا. باينه هنا يا عيال، ردوا عليا يا عيال، انتوا نمتوا؟ لسه السلايد ظاهر لنا، لسه ما ظهرتش. طيب ماشي، انا مستنياكم. معلش. باينه. ماشي. باينه واضحه جدا اهي تاتش داون زون ماركينج. زي ما قلنا كده في بعض الاماكن يا اما يبقى زي هنا كده واحد وبعدين اتنين وبعدين كذا واحده جنب بعض. ماشي. فيبقى يبان بالنسبه له ان دي الايمينج بوينت اللي هو هيوجه عليها، او التاتش داون زون اللي هو هيلمس فيها العجل بتاع الطياره، هيلمس الران واي. دي شكلها هي في الحقيقه. ماشي. ده ثري شولد، ده الانحراف بتاع الران واي، ده الماركينج بتاع السنتر لاين، وده الماركينج بتاع الايدجز، ده الماركينج بتاع التاتش داون زون. هنا في سبعه وار، معناها ان احنا عندنا اكتر من ران واي، واحد يمين واحد شمال، فحط له ار هنا. ماشي. ده لسه تحت الانشاء، فما كانش لسه الران الماركينج بتاعه كامل. لحد كده في مشكله في الكلام اللي انا قلته؟ لا تمام. تمام. في مشكله في اخر سلايد احنا شرحناها اللي هي دكتور عايز المسافات دي بس توضحها لي على الرسم، قال لي المسافات بس. ثانيه فهمت انت قصدك ايه. ثانيه خليني ابص لك على حاجه. بص كده، بص يا سي، هو قال لك المسافة من بداية ثري شولد لحد التاتش داون. ماشي. يعني هنا على سبيل المثال على المطار اللي على الشمال ده، الران واي اللي على الشمال ده، من بداية ثري شولد لحد التاتش داون هو كاتبها ب 400 متر اهو. فدي اسمها الدي تي دي، اللي هي الدي ديستنس فور تاتش داون. خلاص. بعد كده المفروض قال لك في مسافة تانية اسمها ال دي اي، اللي هي دي اكزيت من اول التاتش داون لحد بدايه الاكزيت تاكسي واي، انت تحط الاكزيت تاكسي واي بتاعك فين. وقال لك ان دي بنحسبها بمعادله، معادلتها ايه؟ قال لك ال في اللي الطياره نازله بيها عند التاتش داون سماها في تي دي فور تاتش داون، ناقص الفي اكزيت اللي هي السرعه اللي هيخرج بيها من على الران واي، الكل تربيع او دي تربيع بقص دي تربيع، على اثنين الديسيليريشن ريت اللي هو ايه. فالثانيه بتتحسب وتقوم تحط بناء عليها مكان الاكزيت تاكسي واي. الاولانيه بتبقى ثابته في كل مطار، هو مكان التاتش داون فين،
اللي هي هنا مثلا على المطار اللي قدامنا ده بين ان هي 400 متر. ماشي كده جاوبت على سؤالك؟ ايوه دكتور شكرا. تمام يا شباب، في حاجه في محاضره النهارده حد مش فاهمها؟ تمام يا دكتور. انا هرفع لكم بقيه المحاضرات كلها النهارده، وان شاء الله المره الجايه نتكلم في الاستراكشر ديزاين ان شاء الله. بس هو سؤال بس يا دكتور، بالنسبه للمشروع بس بتاع الطرق، الداتا بتاعه الطرق المينور اللي هي الاي